لكن المعدن النفيس بدأ في طريقة لتسجيل خسارة أسبوعية بعد صعوده على مدى 5 أسابيع متتالية، بعدما أدت بيانات قوية بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي ومخاوف بشأن سحب التحفيز النقدي بالولايات المتحدة، وضعف الطلب في الصين إلى انحسار موجة الصعود التي بدأت في أواخر ديسمبر. وارتفع الذهب أغلب فترات يناير الماضي حتى الأسبوع الحالي، مع تعزز صورته كملاذ آمن بسبب ضعف الأسهم العالمية بفعل المخاوف من اضطرابات الأسواق الناشئة. لكن بيانات أمريكية قوية بشأن النمو الاقتصادي طمأنت المستثمرين الذين ينتابهم القلق بخصوص هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، وأثبتت صواب قرار البنك المركزي الأمريكي التمسك بخطة تقليص التحفيز وخفض مشترياته الشهرية من السندات إلى 65 مليار دولار من 75 مليار. وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1248 دولارا و30 سنتا للأوقية، بعد انخفاضه بمقدار 2% مساء الخميس. وخسر المعدن النفيس 1.7% بعد مكاسب على مدى 5 أسابيع متتالية، إلا أن مكاسبه في مطلع الشهر الجاري كافية لتدفعه لتحقيق أول ارتفاع شهري في 5 أشهر.